الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يصدم لاعب منتخب مصر، اي بلطجي منتخب مصر، سفاح منتخب مصر، هذا ليس لاعب كرة قدم، عبد الرحمن أجويرو، بعقوبة قاسية جدا بعد اعتدائه على الطفل المغربي الصغير حامل الكرات. لجنة الانضباط بالكاف اجتمعت أمس وأرسلت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة قاسية جدا 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 على عبد الرحمن أجويرو بلطجي الكرة المصرية. قبل الدخول في التفاصيل، لايك للفيديو، اشتراك في القناة بيكم وبدعمكم، ان شاء الله الحلقة دي توصل لأكبر عدد من الناس. قبل الدخول في التفاصيل، رسالة مني إلى كل المصريين اللي بتقولي انت ازاي ما بتدافعش عن ابن بلدك يا راجل، ده احنا بنتبرأ من هذا اللاعب، من تصرفات هذا اللاعب، ليس منا. هذا اللاعب مكانه لعبة المصارعة وليس كرة القدم. اعتبر ان الطفل المغربي ده هو اخوك، حط نفسك مكان الطفل المغربي الصغير. ازاي بتدافع عن الباطل؟ بأي عقل تتحدثون؟ الاتحاد الافريقي الكاف ارسل النهاردة بيان وخطاب الى الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بايقاف اللاعب المصري عبد الرحمن اجويرو لمدة سنة عن ممارسة اي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، وحرمانه بالتأكيد من لعب الاولمبيات مع توقيع غرامة كبيرة عليه. الخطاب وصل الى الاتحاد المصري وسيتم تنفيذه رسميا بلا اي شك وبلا اي نقاش. كل التوفيق لكل اللعيبة المحترمة، اللعيبة اللي فعلا بتبقى أخلاقا عظيمة قبل أما تكون رياضيا عظيمة. حق الطفل المغربي لسه مرجعش، ده حاجة بسيطة جدا، لكن ننتظر العقوبة الأكبر من الفيفا، اللي لجنة الأخلاق بالفيفا أعلنت أنها ستعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة سلوكيات لاعبي المنتخب المصري وإصدار عقوبات لازعة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، في انتظار عقوبات رادعة لبلطجية منتخب مصر.